الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أهلا ومرحبا بمشاهدي ومتابعي ومحبي قناتكم الحبيبة اعرف دينك. كلنا عارفين إن خطبة الجمعة واجبة على كل الناس، كويس كده؟ كل الرجال يعني. لكن هل تعلم إن خطبة الجمعة لا تجب على أصناف من الناس؟ إزاي؟ ما انتوا قلت لنا كلنا لازم نروح نحضر خطبة الجمعة. أيوة، بس في ناس ليس في حقهم أن يحضروا خطبة الجمعة. ما تيجي نتكلم من كلام النبي بعد ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم. رواه داود وغيره عن طارق بن شهاب عن النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم قال: الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة إلا أربعة. يبقى خطبة الجمعة واجبة على كل الناس إلا أربعة: عبد مملوك، أو امرأة، أو صبي، أو مريض. دول تاني، الأربعة دول لا تجب عليهم خطبة الجمعة: عبد مملوك، أو امرأة، أو صبي، أو مريض. المرأة، نقل ابن المنذر رحمه الله وغيره الإجماع على أن المرأة لا جمعة لها، لا جمعة عليها يعني. أما العبد المملوك سواء المكاتب أو المدبر أو غيرهما، وكذلك من كان بعضه حر وبعضه رقيق، لا جمعة عليه على الصحيح. أما الصبي هو مجمع على عدم وجوب الجمعة عليه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاث، والصبي حتى يحتلم. أما عن المريض، فالمريض الذي يلحقه بقصد الجمعة مشقة ظاهرة غير محتملة تسقط الجمعة عنه. وممن تسقط عنهم الجمعة أيضا المسافر، حكاه ابن المنذر عن أكثر العلماء وفيه خلاف، والصحيح أن الجمعة تجب على المسافر إذا نزل بقرية وكان يسمع النداء لحديث عبد الله بن عمرو، ولم يخص النبي صلى الله عليه وسلم مسافرا من غيره. وبه قال سعيد بن المسيب وعمرو بن شعيب والزهري، وثبت ذلك من فعل عمر بن عبد العزيز والله أعلم. لكن لو هو في الطريق للسفر لا تجب عليه الجمعة، لكن إذا نزل في القرية أو البلد اللي هو سافر ليها هنا وجب عليه أو في حقه أن يحضر خطبة الجمعة. وفي حالتين: الحالة الأولى سائرا زي ما احنا قلنا ذكرنا دلوقتي لا تجب عليه الجمعة، أما إذا كان نازلا فيجب عليه الجمعة، خلاص إيه استقر. ويعذر من التخلف عن الجمعة أصحاب الأعذار الذين ذكروا في إباحة التخلف عن صلاة الجمعة، ذكرنا منهم المريض، وذكرنا منهم الذي مدافعة الأخبثين، وذكرنا منهم إذا حضر الطعام في الوقت ده ومحتاج إلى الطعام أو يكاد يهلك من دونه، الخوف من ضياع ماله أو وقوع ضرر فيه، التأذي بنزول المطر أو الوحل في الطرقات، الخوف على نفسه من ضرر، النوم راح عليه نومة، من أكل البصل أو الثوم أن يطيل الإمام إطالة زائدة عن السنة، كل ده. فإذا مش كل الناس تجب عليهم صلاة الجمعة. لا تجب الجمعة على العبد المملوك ولا المرأة ولا الصبي ولا المريض. أسأل الله عز وجل أن بالنسبة للمريض أن يشفي كل مريض مسلم، وأن يرفع عنا هذا البلاء الذي نعيش فيه الآن وهذا الوباء. أحبكم في الله، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. لا تنسى مشاركة الفيديو حتى يستفيد كل مسلم مع قناة اعرف دينك.